صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الجمع الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقف مع حديث صحيح من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يصور لنا واقع الأمة اليوم والمشكلة التي بسببها ضاق المعاش على الناس وغلت الأسعار في البلدان الإسلامية عليهم وضاقت المعاش وحصل بسببها الجوع. كل ذلك لخصه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد صحيح صححه أهل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود كان أشد بياضا من اللبن. اسمع الحديث ده كويس، حديث قصير حفظه سهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود نزل من الجنة كان أشد بياضا من اللبن، سودته خطايا أهل الشرك. انتهى الحديث. أعيد تاني: الحجر الأسود نزل من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن، أبيض من اللبن ذاته. شوف اللبن أبيض كيف. الحجر الأسود كان أشد بياضا من اللبن ذاته، وفي رواية كان أشد بياضا من الثلج. قال: سودته خطايا أهل الشرك. يا جماعة، حجر ما من حجار الأرض، من حجار الجنة. واحد، ده نمرة واحد. نمرة اثنين: كان أشد بياضا من اللبن والثلج. السود الحجر الأسود بقى أسود شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: سودته خطايا أهل الشرك. شفت المشركين؟ مشركين ديل وأهل الشرك، الناس اللي بيقول لك يا سابغياء، والناس اللي بيقول لك يا شيوخ العلفون الأسرع من التلفون، والناس اللي بيقول لك يا بيع ماها في سماها، والناس اللي بيقول لك في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي، أمثال ديل أمثالهم زمان هم سودوا الحجر الأسود بعد ما كان أبيض من اللبن والثلج، بقوا أسود لحد ما سمي بالحجر الأسود ذاته. ده حجر جه من الجنة. طيب الدنيا كيف؟ الشرك ما بيأثر في الأرزاق بتاعت الناس؟ يبقى الحديث ده فيه دليل واضح إنه الشرك بالله أكثر جريمة تؤثر على معالم الأرض وعلى من في الأرض وما في الأرض. أي زول في الأرض وأي بهايم وشجر وأرزاق وبترول ومعايش كل ده بيأثر فيه الشرك، الخطايا بتاعت المشركين. عشان كده الليلة يا جماعة نحن بلدنا دي ضيق عليها لأنه الشرك فيها كثير جدا. والحديث ده مصداق للآية، قول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كفرت بأنعم الله، المفسرون قالوا يعني كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ورسالة محمد كانت شنو؟ قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم كانت توحيد الله وعبادة الله واجتناب الشرك وعبادة الطواغيت، وكذلك هي رسالة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فرسالة النبي عليه الصلاة والسلام كفروا بأهل مكة كما في الآية، فكفرت بأنعم الله. ربنا قال: فأذاقها الله لباس الجوع
لباس الجوع ده مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فأذاقها الله لباس الجوع. بعد ما كان يجيها رزقها من كل مكان رغد، ربنا أذاق لباس الجوع. والعلماء قالوا ربنا وصف الجوع بأنه لباس هدوم. ليه؟ قالوا لأنه أهل مكة لأنهم أشركوا بالله وكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ربنا رسل لهم مجاعة. بقى الواحد بشدة الجوع اللون والجلد بتاعه تغير، كأنه لابس له لباس جديد غير لونه الأول. عشان كده ربنا قال لباس الجوع، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. والخوف دي مكان قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. بعد ما كانت آمنة مطمئنة، ربنا سبحانه وتعالى أذاق لباس الخوف والخوف السبب بما كانوا يصنعون. يبقى نستفيد من الحديث والآية إنه الشرك أعظم جريمة. واحد. نمرة اثنين، إنه الشرك بالله هو السبب الأعظم في ضيق المعيشة اللي بيعيشوا غالب المسلمين الليلة في الكرة الأرضية. السبب الشرك. والشرك بيجيبوا ناس الطرق ديل، ده الشرك، دعاء غير الله عز وجل. إن كنت في هم وكرب فقل يا مرغني أنجيك من كل شدة، ده الشرك ذاته. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وربنا عز وجل قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. أدعو ربي، ده التوحيد. تدعو غير الله، ده الشرك، لأنه قال أدعو ربي وجاء مقابلة طوالي عكسها: ولا أشرك به أحدا. يبقى ادعى ربه وحد الله، وادعى غير ربه أشرك بربه سبحانه وتعالى من دعا. شكد ربنا سبحانه وتعالى قال: ما في أحد أضل من البدع دون الله سبحانه وتعالى. والناس اللي بيقول لك دعاء غير الله ما شرك، طيب خلي دعاء غير الله، خلي دعاء غير الله إنه شرك، خليه ده. الشرك في حد ذاته جريمة ولا ما جريمة؟ متفقين معانا هم ذاته إن أعظم جريمة، لكن مختلفين معانا إنه شغلهم ده ما شرك، صحيح ولا ما صحيح؟ الشرك أعظم جريمة، لأنه ربنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الثانية: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك أكبر جريمة. ربنا سبحانه وتعالى قال: البدع غيره منول أضل منه، ما حتلقى زول أضل منه. فلو كان المشرك ضال، المشرك ضال، البدع غير الله ده أضل إنسان، أضل إنسان. بل ربنا قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ربنا سبحانه وتعالى برضو سمى دعاء غير الله شرك، وأي زول بيدعو غير الله ربنا سمى فعله ده شرك. قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. تابع الآية لحد النهاية: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. لاحظ ربنا قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يبقى ربنا سمى دعاء غير الله شرك، يبقى اللي بيدعو غير الله مشرك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في الآية الأخرى ربنا قال: أي زول بيدعو غير الله كافر من الكافرين. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر. دعيت غير الله؟ أيوة، اتخذت إله
مع الله إلى آخر طوالي، حتى لو ما قلت في إلى آخر لكن دعيت غير الله، قلت يا شيوخ العلفون الأسرع من التلفون، اتخذت إله آخر. الله قال كده، الله قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ربنا قال فإنما حسابه عند ربه أها إنه لا يفلح الكافرون. الله سمى كافر، أي زول يدعو غير الله مشرك، وأي زول يدعو غير الله كافر طوالي. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى سماه مشرك وسماه كافر من الكافرين. كذلك من صور الشرك في الله عز وجل ضيعت الأمة الليلة، وكان السبب في تضييق المعايش أيضا الاستغاثة بغير الله عز وجل. والاستغاثة بغير الله شرك، لأنه الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا بالله عز وجل. ربنا عز وجل قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وده كان في غزوة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام رفع يدين لربنا في السماء لحد ما ظهر بياض إبطي، وكان يستغيث بربه اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد إن شئت في الأرض بعد اليوم، لحد ما قال له بكر الصديق كفاك يا رسول الله فقد ألححت على ربك. فربنا سبحانه وتعالى نزل الآية إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذن الاستغاثة بالأمور التي لا يستطيعها إلا الله، إذا صرف الإنسان لغير الله أشرك بالله وكفر بالله وخرج من الإسلام. أما الأمور اللي بيستطيعوها البشر، الأمور اللي بيستطيعوها البشر، سايق عربية مثلا وتعطلت، قمت قلت يا فلان عليك الله ليز معي العربية دي، استغيث به. لكن فيما يقدر عليه البشر دي ما فيها مشكلة. ليه؟ لأنه ربنا قال في قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، دي ما فيها مشكلة. وكذلك الاستعانة، لكن الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى. كذلك من صور الشرك المنتشرة الليلة كان السبب في ضيق المعيشة والضيق في الأرزاق والناس جعانين، لبس الحجبات والتمائم. الليلة في مجتمعنا ده بس، ولا تمشي بعيد، في المجتمع بتاعنا ده بس السوداني، خلق بالآلاف أو عشرات الآلاف بيؤمنوا بالحجبات إيمان قاطع. الحجبات هو بيكتبوها زي زول ده الفقيدة الدجال وغيره، بيكتبوا الحجبات، يكتبوها للنساوين، حجاب قال لعسر الولادة، والفقيزات تلقى ما ولد، حجاب لعسر الولادة، ويكتبوا كمان للتجار في السوق حجاب للرزق. والله إن جبت الفقي وجلدته بجلد التيس، شفت كيف؟ وربطته في رقبتك ما بيجيب لك رزق، لأنه الرزق من ربنا يا أخي. ربنا سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال الله جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله الرزاق، ما البكي ولا الحجاب. الحجبات اللي بيعلقوها الناس اسمها التمائم في الشريعة، والتميمة تعريف المضبوط الصحيح هي كل ما علق علقه الإنسان على نفسه أو غيره ليتمم له الأمر من جلب نفع أو دفع ضر، فيسمى التمائم. التمائم شرك. النبي عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة فقد أشرك، وقال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. واحد يقول لك لكن والله ده حجاب بتاع سلاح وربطناه ودوروا الجبخانة بتدق الطلقة وبتقع، بتدق وبتقع ما بتخش، صحيح؟ لكن ده شغل شيطان، ده شغل بتاع إبليس، ده ما شغل ربنا. بدليل إنه لو أذنت بس، أو زي ما قال ابن تيمية قال أن تقرأ آية الكرسي بقلب مخلص فإن الشيطان يفر يفر.
حجاب كتبوا لك واحد من العواليك ديل وعداك ليه وباعوا لك بخمسة مليون، قال لك ده حجاب سلاح. اقرا آية الكرسي بقلب مخلص بإخلاص، عرفت؟ السلاح بياكل طوالي، ياكل الزول اللي لابس الحجاب، وياكل الحجاب، وياكل الفكيزات، كلهم ياكلهم، ياكلهم طوالي. ليه؟ لأنه آية الكرسي بتطرد الشيطان، كما قال الشيطان لأبي هريرة، قال له ألا أعلمك آية لو قرأتها في ليلة، قال لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح.